ولا عندنا شيء. لا إله إلا الله، وش القنوات المبزرة يا أخي؟ أنا خابر ذا اليوتيوبر يا أخي يتعب، بس ما عنده مشاهدات يا أخي، مسكين والله. يلا خلني أغير القناة، نحط قناة أخبار أي شيء، خلنا نشوف وش اللي يصير في العالم. الله، في بريكنج نيوز. مساء الخير، في الأخبار اليوم. أوه، هذا فرانكلين. الخبر الأول العاجل يقول أن بطل لعبة الحرامي سيارات فرانكلين لقد أصبح المليونير وحصل على لقب بأقوى لعب لعبة الحرامي سيارات، وأول لاعب حصل على فرصة ليشتري السيارة الرياضية قيمة 15 مليون دولار. ففرانكلين أصبح بليونير وأقوى لاعب لعبة الحرامي سيارات. لا إله إلا الله، كيف كذا؟ والله عيب عليكم يا أخي، والله عيب عليكم. يعني نزلت حرم سيارات جديدة، خلاص انسيتوني. أنا نيكو بالك، أنا كمان كان عندي مليون دولار. طف الأخبار المخنزة هذه. يا الله، وش أسوي؟ والله إني رأسي بدوخ. كيف فرانكلين الكلب عنده سيارات وعنده ملايين الدولارات؟ لا لا، المشكلة أنا ما عندي لا رخصة ولا شيء، حرامي أنا. أوه دقيقة، عندي فكرة، خلني أتصل على صديقي سي جي. حبيب قلبي، يا رب يرد عليه، بس خابر أنها عارف الوكالات. هلا، عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا سي جي؟ اسمع بالله، أبغى مساعدتك يا أخي. أنا خابر أنك أنت تعرف لك أخوياك في الوكالة، تكفى تدبر لي موتر إيجار اليوم. اليوم؟ إيه اليوم، تكفى. اخيرا، يا رب يا رب انه يحصل. يا رب، والله اني ودي اخذ لي سياره واروح قدام فرانكلين الكلب ذا المهايط. انا بوريك، والله ما اخليك اليوم. يا الله، ذا الحين بروح الوكاله اخذ لي موتر لصديقي نيكو بالك الكلب. يلا هنروح. بس لا 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 لا، الله اليوم بحصل موتر وبروح بطلع في الاخبار بعد. والله لا اكذب، لا اكذب عليكم، انا حرامي حرامي. خلني اخذ شاهي. والله الله، ها رساله، من هو ذا اللي ارسل لي رساله في ذا الوقت؟ الله، سي جي حبيبي، وش كاتب؟ اوه، مرسل لي رابط الموقع حق الوكاله. يلا جايك جايك. كفو يا سي جي، والله انك انت صديقي الوحيد، بس جايك انا. يلا الله، ما شاء الله، وش ذا الجو؟ وخر وراك انت، بس انا رايح الوكالة اليوم. الله، بروح الوكالة. الله الله، شوف الجيب هذه، اعتقد هذا حق سي جي. الله ما شاء الله، شكله واقف داخل الوكالة. ينتظرني حبيبي. لبى قلبك يا اخي، والله انك رجال انكفو. يلا، وين هذا؟ هو واقف ما شاء الله. اي، مثل ما قلت لك. ايش يقول ذا؟ اول ما تشوف نيكو بالك راح تعرفه من وجهه، يعني وجهه تقولك انه حرامي ماخذ له زقارتين ورا بعض. زبدة. اول ما تشوفه ها عته سعر دبل. اوكي، دبل الاسعار وخليك رجال انكفو. يا سي جي، يا ورع، تراني سمعت كلامك اللي جالس تقوله. وش قلت؟ وش كنت تقول عني قبل شوي؟ ها، وش كنت تقول؟ لا اله الا الله. لا لا لا، انا ما قصدتك انت يا حبيبي، انت حبيبي والله. اوه، اسمع، روح اخذ لك موتر، انا كلمت الرجال. طيب طيب، ها علمته عنك وكل شيء، بس اسمع، ترى ما راح اعطيك ولا ريال. ها زين، انا ما ابغى منك فلوس، بس ابغاك تساعدني علشان الرخصه وما رخصه والحكومه. يا اخي انت خابر يا اخي، انا حرامي. زين زين، انا نيكو بالك، انا نيكو بالك. يلا، وش اخذ لي سياره؟ طيب روح اختار لك اي موتر اللي تبيه. خلني اخذ هذا، شو نيسان. والله انا ابغى الناس تعلمني ايش اخذ الموتر يا اخي. وين هذا؟ اوه، هاي لوكس، ما شاء الله. ايش عندنا هنا بعد؟ كمان نيسان، شوف ورا جيب شاص وحركات ونيسان.
وش اختار وش اختار. فكيف كمان شباب؟ ان شاء الله بخير شباب. ما انا معكم نيكو بالك، اطلب منكم طلب اخير، دعموا المقطع بالله، اكتبوا تعليق وحط لايك، والان راح يطلع لكم فيديو سابقا في الشاشة، اضغطوا عليه.